لو دخلنا على ملفنا الرئيسي يا أستاذ ايوه جابر اللي هو بدأ من صفحة كذا 5 و6 برهان و7 برهان اسر بنتكلم الله عن الله. تحية لزميلتي نورهان نصر الله تمام والزملاء في قسم الفن، لأن هم حقيقي أنا بشكل شخصي استمتعت وأنا بقرأ هذا الملف النهاردة وإحنا شغالين عليه. بنتكلم عن إنه بكرة الخميس بدء أو انطلاق مهرجان القاهرة للدراما، وده كان خطوة مهمة جدا عملتها الشركة المتحدة، وده جدا للعام الثاني جدا على التوالي، جدا وهتستقبله مدينة العلمين يعني الشمعة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، ستضيء مدينة العلمين إن شاء الله بكرة إن شاء الله. العنوان المهرجان السنة دي 60 سنة دراما، ودي فكرة كويسة جدا لأن احنا في هذا التوقيت وفي السنة دي تحديدا مر 62 سنة على بداية الدراما المصرية. وأنا بالنسبة لي كانت مفاجأة وأنا بتصفح إن أول مسلسل كان هارب من الأيام، وده للمخرج العبقري ملك الدراما الأستاذ نور الدمرداش الله يرحمه. حتى أنا بلغت صديقك وأخوك معتز الدمرداش طبعا بأن احنا عاملين ملف طبعا النهاردة طبعا وأشرنا فيه طبعا للأستاذ نور، فأنا بوجه تحية لأخويا معتز ولروح مدام العبقري كريمة نور الدمرداش ومدام كريمة برضو والسيدة العظيمة كريمة مدام كريمة مختار والسيدة العظيمة كريمة مختار. يعني هي عيلة طبعا حلوة كده بيني وبينك، يعني هي عيلة حلوة كده، عيلة جدا أستاذ نور جدا الدمرداش جدا ومعتز جميل معانا وراجل جميل طبعا وأستاذ نور الله يرحمه، كلهم عيلة جميلة طبعا ما شاء الله الله يرحمه. فالدراما المصرية بدأت سنة 62 واستمرت وكانت صاحبة الزخم، وكانت صحيح المسلسلات المصرية على مدار السنين اللي فاتت أو صحيح العقود اللي فاتت صحيح هي كلمة السر في صناعة العقول، كلمة السر في بناء الإنسان المصري. يمكن حصل الدراما الاجتماعية فرضت نفسها وأثرت على كل البيوت، وحضرتك ومشاهديك حلو يفتكروا حلو مسلسل 7 وربع ازاي عمل ايه في المصريين. يعني لو اتكلمنا عن الأيام الشهد والدموع، اتكلمنا عن الزيني بركات، نتكلم عن ليالي الحلمية، نتكلم عن التترات العظيمة في حلو المسلسلات. هو أنا عاجبني عاجبني يا سامي يعني حاجة، احنا عاجبني حاجة في الوطن الحقيقة بقى لها فترة، يعني 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 الحقيقه دي كانت كانت زمان موجوده، دلوقتي ما بقتش موجوده. يعني انت انا فاكر مثلا انه ممكن 60 سنه دراما ده تعمل لي صفحه وخلاص، هي هي مش هي مش بالكم صح برضو، بس انت عامل 60 سنه دراما عامل 3 صفحات، ال3 صفحات متنوعين، داخل فيه قضايا وداخل فيه جدل وداخل فيه حوار، فانت الثلاث صح، وفي نفس الوقت داخل خدت ده كمنطلق لموضوع مهرجان الدراما. واعتقد مثلا ممكن الاستاذ مصطفى عمار رئيس التحرير بما انه يعني ده المجال بتاعه وهو يعني ليه مقال جميل كده كنت بقراه له في صحيفه الفجر، ممكن تكون دي برضو تيمه من التيمات اللي احنا ممكن نركز عليها في الفتره القادمه. يعني وانتوا مجموعه الحقيقه يعني زي ما انت قلت كده، انا كنت فاهم انه هارب من الايام، انت تفاجات بموضوع هارب من الايام والاستاذ نور الدمرداش، وانك انت 62 سنه يا استاذ سامي، 62 سنه ده ما كانش في دول قامت طبعا اصلا طبعا لا فضل خالص. واحنا يعني هنا نوجه التحيه يعني للشركه المتحده انها صحيح عملت الفكره دي واحنا داخلين على السنه الثانيه، وده كان بيعوض فكره غياب مهرجان الاذاعه والتلفزيون. صحيح صحيح. هنا لازم نوجه تحيه لنجومنا اللي لسه على قيد الحياه من اللي صنعوا الدراما التلفزيونيه، من هم على قيد الحياه ربنا يديهم الصحه، يعني الاستاذ صلاح السعداني والاستاذ يحيى الفخراني والراحلين الكبار. صحيح. يعني شفنا الاستاذ يحيى شاهين وشفنا محمود مرسي بكل صحيح عظمته وقوته صحيح وجماله، صحيح شفنا صحيح فؤاد المهندس، شفنا عبد المنعم مدبولي، صحيح شفنا محمود عبد العزيز، شفنا الاستاذ عادل امام ربنا يديه الصحه صحيح في ابراهيم الطاير احلام الفتى الطاير، صحيح شفنا جمعه الشوان. يعني احنا صناعه التاريخ كانت
بصناعة الدراما في مصر. فتحية وكل التحية قليلة ولا تعبر عن هذا الحدث اللي احنا بنعيشه. الصفحتين الستة وسبعة في نفس الملف، حوار مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية، وموضوع كمان في نفس الملف فكرة ان هم هيكرموا الراحل الفنان الشاب اللي اتخطف فجأة ورحيله أحزن الجميع، الفنان مصطفى درويش. في كلام إن هو هيكرم، اللهم آمين، هيكرم بوصفه أفضل ممثل وهو مرشح لأحسن دور تاني. فمصطفى ربنا يرحمه ويصبر إخواته وأصدقائه ومحبيه. بنتكلم كمان عن منافسة بين 28 فنانة مصرية على أفضل ممثلة، وشفنا الزخم اللي كان موجود السنة دي في دراما رمضان في دي ام سي وفي اون وفي سي بي سي وفي النهار وفي كل القنوات. في كمان حوار مع السيدة إلهام شاهين، ونجوم الفن هنا بيوصفوا اللي حاصل بأن هو حاجة مشرفة وحدث مشرف أنه هو بيقام على أرض العالمين وإحياء زي ما قلت من شوية أو بيعوض غياب مهرجان الإذاعة والتلفزيون. صحيح. مسك الختام هي كرة القدم وعشق الجميع. بنتكلم هنا عن الأهلي والزمالك ومحمد صلاح. الأهلي بيفكروا أن هم يبيعوا بورستاو، لكن كولر رافض فكرة البيع لأنه كان فوق بورستاو وكان سبب رئيسي في الانتصارات والفوقان اللي كان حصل للنادي الأهلي، كان واحد من أعضائه واحد من أسبابه بورستاو. نرجع نروح لنادي الزمالك. المصلحة أولا أن كل الزملكاوي على قلب رجل واحد، واللجنة الثلاثية بتحاول تنهي الأزمات. طبعا صلاح كان في خبر اتقال النهاردة وإحنا نقلينه بكرة وعاملين متابعة فيه، ما قيل عن أنه هو رايح اتحاد جدة، وحالة الجدل والانقسام حول مصير محمد صلاح، والناس بتقول لصلاح والله لسه بدري يا صلاح. ربنا يخليك استاذ سامي عبد الراضي. برضو الخبره بتساند ناسها، يعني سامي قدم لنا كده يعني في 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 كام دقيقه قدم لنا الوطن، وقدم لنا الوطن كجورنال، وقدم لنا حاله الوطن حاله البلد كصحافه بكره باذن الله. بشكرك استاذ سامي عبد الراضي مدير تحرير جريده الوطن.